بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد يوميا مع برنامجكم برنامج همزة في وسط. على مدار الساعة تقريبا نطرح أحد أهم القضايا أو الموضوعات الأكثر جدلا على الساحة والتي نحن ربما نكون بصددها ولكننا لا نعرف الكثير حول هذه القضية أو هذا الموضوع. على مدار الساعة تقريبا نستقبل آراء حضراتكم والمشاركات حول موضوع الحلقة، نعرض كافة التساؤلات وجهات النظر، نتعرف على الإيجابيات والسلبيات حول موضوع الحلقة من المتخصصين عبر المداخلات الهاتفية. موضوع حلقة اليوم هو موضوع يهم كل بيت في مصر بالتأكيد، وهو متعلق بموضوع الامتحانات ومسألة محاولة الإخلال بنظم الامتحانات وعمليات الغش. من ثم سؤال حلقة اليوم هو: كيف يسهم إصدار قانون لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات في الحد من محاولات التسريب والغش؟ هذا هو موضوع الحلقة. ننتظر بكل تأكيد مشاركتكم وآرائكم حول القانون الجديد الذي سنتناوله في موضوع حلقة اليوم، وهو التشريع الجديد الذي قد يحد من مسألة الغش والتسريب والإخلال بعمل الامتحانات، سواء كان الطالب الممتحن، سواء كان أي شخص كان ما كان في أي مكان يسهم في عملية الإخلال أثناء وقوع الامتحان أو ما قبل الامتحان. نتعرف على الآليات، نتعرف على العقوبات والتبعات لمحاولة الإخلال بنظم الامتحانات. بكل تأكيد مشاركتكم تثر موضوع الحلقة. هذه المشاركات يمكنكم من خلال موقعنا على همزة وصل إي جي، من خلال فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، سكايب، انستجرام. كل هذه المواقع نستقبل من خلالها آراءكم التي تصلنا للمشاركة في موضوع الحلقة. مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ موضوع حلقة اليوم، دعونا نتعرف من خلال التقرير التالي على القانون الجديد والمواد والعقوبات وما ترتب على هذا القانون. تابعونا. في خطوة تهدف للقضاء على ظاهرة الغش بالامتحانات، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات. يتضمن القانون تغليظ عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 100,000 جنيه لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة أو أجوبة الامتحانات في جميع المراحل التعليمية. كان يقضي المشروع بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه في ذات العام، ويعتبر راسبا في جميع المواد، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية للعاملين المشتركين في لجان الامتحان. التعديل شمل أيضا مادة تقضي بمعاقبة كل من حاز دون مقتضى أيا من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال السلكية واللاسلكية أو أيا من الأجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تزيد عن 10,000 جنيه، فضلا عن مصادرة الأجهزة المضبوطة. ويؤكد الخبراء أهمية القانون الجديد باعتباره أداة للقضاء على ظاهرة الغش والحفاظ على حقوق الطالب المجتهد. أهلا بحضراتكم، تعرفنا من خلال التقرير على أهم ما تضمنه هذا القانون الجديد، العقوبات، على الوسائل والأسباب والتصرفات التي قد تودي بأي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال ويعرضه إلى الغرامة أو إلى السجن. ربما سنستعرض الكثير والكثير حول هذا القانون من خلال المداخلات الهاتفية. نبدأ بكل تأكيد التعرف على أهم تأثير هذا القانون وأهمية اتخاذ هذا القانون في الوقت الحالي من خلال المداخلات الهاتفية. سيكون معنا عبر الهاتف الدكتور رضا سعد، رئيس امتحانات الثانوية العامة الأسبق، والدكتور محمد المفتي، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس. يعني الدكتور رضا، بعد التحية، من وجهة نظرك لأي مدى أهمية هذا القانون وإصدار هذا القانون في الوقت الحالي؟ أهلا وسهلا أخونا الكريم. أهلا بحضرتك يا فندم، وتحياتنا لجميع السادة المشاهدين، وأطيب تمنياتي لطلاب الثانوية العامة هذا العام بامتحانات خالية من الغش وامتحانات تعطي لكل طالب حقه. أخي الكريم، الموضوع اللي بتطرحوه موضوع في غاية الأهمية، لأنه تقريبا هو مشكلة الثانوية العامة المتكررة منذ أن أخذت الثانوية
الثانوية العامة هذه الأهمية الكبيرة التي يعني تسبب مشكلات طبية ومشكلات كثيرة للطلاب وأولياء الأمور. بحب أقول بس إنه وزارة التربية والتعليم كل عام، وأنا شرفت بإن أنا عملت في الوزارة عدة سنوات، كل عام بيصدر قرار وزاري، قرار من الوزير، أو فيه عقوبات كبيرة لمن يرتكب جريمة الغش أو يساعد عليه. وهذه القوانين وهذه القرارات الوزارية رغم وجودها ولكنها لم تسهم في الحد من ظاهرة الغش، وتضاعف الغش سنة وراء الأخرى. ولم تفعل يا فندم؟ يعني هي بتفعل، ولكن الطلاب لا يهتمون بمثل هذه القرارات والقوانين للأسف. صحيح. طلاب الطالب الثانوية العامة عنده مسابقة ونصف درجة قد يقذف فيه من القاهرة إلى أسوان، والغير مدرك تماما لحكاية القوانين والقرارات الخاصة بالعقوبات، لأنه ما زال طالب يعني في سن المراهقة. فالقرارات الوزارية كل عام لم تسعى في الوزارة ولم تعالج مشكلة الغش، ولم ينجح أي وزير منذ عدة سنوات في أنه يعني يقضي على ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة. الجديد السنة دي انه مش قرار وزير، انه قرار رئيس جمهورية، قانون، ان القانون قرار رئيس جمهورية بيفرض عليه من لجان مجلس النواب، فهو قانون عن طريق رئيس الجمهورية، وفي نفس الوقت به عقوبات مشددة بشكل كبير جدا لو قارناها بقرارات الوزارية السابقة. ولكن أنا لست يعني متفائل بأي قانون يعني يصدر لمحاسبة طالب الثانوية العامة، لأن زي ما قلت هذا الطالب طالب في سن مراهقة، طالب داخل مسابقة، المسابقة دي نصف درجة له تمثل مسألة حياة أو موت، الطالب غير مدرك لقضايا العقوبات وغيره. ولكن يعني لو عاوزين نغير نوقف فعلا من الغش، هو الاسلوب الوحيد هو تغيير اسلوب الامتحانات. لان ليه الطالب بيغش وليه الناس اللي بتساعدوا الطالب على الغش بيساعدوه؟ لان اسلوب الامتحانات محفوظ، والاسئله اللي واردت في الامتحانات محفوظه، والطريقه لم تتغير منذ عشرات السنوات في الثانويه العامه. جايز الخطوة الجيدة اللي خدتها الوزارة السنة دي. طيب يا دكتور اسمح لي بالمقاطعة، يعني هو ما المانع من ان يكون هناك قانون يجرم عملية الاخلال بالامتحانات، الى جانب ايضا مسار موازي وهو نظام التوكلت وتعديل نظم الامتحانات؟ الموازي هو يعني تفضل اخي الكريم، الافضل الف مرة هو تغيير نظام الامتحانات. القوانين لم تغير شيئا، اذا اعتمدنا على القوانين ومهما شدد عقوبات لن يعني نستطيع الانهاء على ظاهرة الغش. ظاهرة الغش سوف تنتهي وتموت اذا تغير شكل الامتحان، واذا تغير شكل منظومة ادارة الامتحانات، واذا تغير او تم تغيير المناهج وتطويرها من حين الى اخر، من المنهج المحفوظ عن ظهر قلب، والامتحان المتكرر من سنة الى اخرى نمطي ده بيشجع الطلاب والمعلمين على ممارسة الغش. فكره الخطوه الوحيده اللي تم اتخاذها السنه قد فعلا تحد درجه كبيره من الغش هي خطوه تغيير شكل الامتحان ودمج ورقه الاسئله مع ورقه الاجابه فيما يسمى نظام البوكلت. ولكن اذا اردنا ان احنا نقضي تماما على ظاهره الغش، لابد من اجراء قوي لمنع وجود الموبايل داخل اللجان مع الطلاب. نعم دكتور رضا، سنتباحث الاليات، ولكن ارجو ان تبقى معنا لنذهب الى الدكتور محمد المفتي عميد كليه التربيه بجامعه عين شمس الاسبق. يعني دكتور محمد بعد التحيه، الدكتور رضا يرى ان هذا التجريم وهذا القانون الجديد الذي يوقع عقوبات طرطا بالحبس واخرى بالغرامه على كل من يتسبب في الاخلال في الامتحان، يرى ان هذا القانون قد يكون غير كافي او لن يؤثر او لا يليق ان يطبق على طالب لا يعي تاثير مثل هذا القانون، ويكتفي دكتور رضا بان يكون هناك تغيير في المناهج والامتحانات وما الى ذلك؟ كيف ترى الامر؟ الحقيقه انا اتفق تماما مع دكتور رضا حجازي في هذا الطرح،
تغليظ العقوبات لن يقضي على ظاهرة الغش أو ظاهرة التسريب، إنما قد يخفف منها. إنما زي ما ذكر الدكتور رضا إن إحنا نبحث عن الأسباب الحقيقية لوجود الغش في الامتحانات. طبعا نفس المنهج هو نفس نمط الأسئلة هي هي إلى آخره، ده بيساعد على الغش. إنما فعلا تغيير نوعية الأسئلة في الامتحانات وتغيير نظام الامتحانات هو اللي هيؤثر تأثيرا كبيرا على منع الغش في الامتحانات. هناك ما يسمى بالأسئلة البحثية، وهناك ما يسمى بالأسئلة التي تعتمد على الفهم والتفكير. لا، ما هو الفهم والتفكير ده ممكن برضو في نفس النمط بتاع الأسئلة الحالية ممكن يعني بيبقى نمطي، والولاد بتحفظ الخطوات بتاعة التواصل الغش. إنما اللي أنا بقوله فعلا إن هناك أنماط مختلفة تماما عن النمط الحالي للأسئلة، وهي الأسئلة البحثية والأسئلة التي تطلب من الطالب إيجاد أكثر من حل وحل بديل لمشكلة مطروحة. دكتور، إذا كان هناك أيضا فرق متعددة تسهم في عملية الإخلال بالامتحانات، كيف يتم ردع مثل هذه الفرق اللي هم المشاركين المهيئين لمناخ الغش، الذين يتعاونون، الذين يستخدمون الأجهزة؟ يعني ألا ترى أيضا أن هذا يحتاج إلى قانون رادع لكل من يحاول الإخلال؟ وهذا التعليم بكل تأكيد هو أمن قومي. يعني طبيعي. نعم طبيعي، يعني يجب ان تكون هناك اجراءات لمنع ما يساعد على الغش، ايا كان اذا كان موبايل ولا اذا كان اي شيء اخر. انما انا بأؤكد، وزي ما قال الدكتور رضا، انا بأؤكد ان الحل ما هوش ان احنا نغلظ العقوبه فقط. لان شوف سيادتك، مثلا التجاره في الممنوعات عليها عقوبات تفاصيل الاعدام، لكن حدث يا دكتور، لكن يعني اذا ترك الامر ولمجرد الغرامه، يعني اذا انا حسبت بالغرامه لا انجح في الثانويه العامه ادفع 100,000 جنيه. تمام، اتفضل. لن بالاضافه الى هذا، يعني لماذا لم تاخذ اللجنه التشريعيه بالبرلمان راي لجنه التعليم بالبرلمان؟ يعني ما لجنه التعليم موجوده ليه؟ يأخذوا رأي لجنة التعليم في البرلمان وأيضا رأي الخبراء في الوزارة. صحيح، يعني لازم، يعني لا ينفرد ان هو يضع قانون ودون أخذ رأي المختصين. تمام. طب دكتور، عموما مسألة التفنيد وتوزيع العقوبات والآليات للتنفيذ والتطبيق للقانون سنتبحثها مع حضرتك ومع الدكتور رضا سعد، ولكن أرجو أن تبقى معي الآن نتعرف على بعض الآراء التي وصلتنا من خلال المشاركين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونطرح وجهات النظر المتعددة لعلنا نصل جميعا إلى ما هو سويا وصحيحا في صالح العام وفي صالح الطلاب. دعونا الآن مشاهدينا الكرام نذهب إلى الزميلة ياسمين القفاص. مساء الخير ياسمين. مساء الخير محمد، وعلى ضيوفك الكرام وعلى مشاهدي ومتابعي برنامج همزة وصل. هكون معاكم ياسمين القفاص من غرفة المتابعة الإلكترونية، هتابع معاكم كل التعليقات اللي وردت على سؤال حلقة النهاردة، وهو كيف يسهم إصدار قانون لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات في الحد من محاولات التسريب والغش. أول تعليق معايا من أبو علي نصر علي خليفة، بيقول فكرة إصدار قانون لمكافحة الإخلال بالامتحانات والتسريب والغش هي فكرة جيدة، لكننا بصراحة ملينا من القوانين بدون أي تفعيل على أرض الواقع. مسربي الامتحانات معروفين أكثرهم من الذين يقومون على وضع الأسئلة أو المطابع الأمرية أو موزعي الامتحانات من الوزارة إلى المحافظات، فلو أحكمت الدولة الخناق على هؤلاء نكون انتهينا من عملية التسريب. يبقى دور الغش يمنع دخول أي هواتف مع الطلاب، تفتشهم على بوابات المدارس مع عدم زيادة توتر الطالب حتى لا يؤثر رجل الأمن على معنويات الطلاب. أشكرك على هذا التعليق. في تعليق آخر من أستاذ محمود كمال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن فكرة إصدار قانون لمكافحة هذه الأعمال فكرة ممتازة، أتمنى أن تنجح ويتم تطبيقها بقوة وحزم لكي يكون هناك عدل وليس مساواة فيما يخص المرحلة التعليمية.
أستاذ عودة عودة بيقول بالنسبة لظاهرة حالات الغش والتسريب بالامتحانات التي ظهرت بصورة غير لائقة في هذه المرحلة، لابد من وجود ضمير حتى حي للقضاء على هذه الظاهرة. أما بالنسبة لتفعيل دور القانون فيجب محاسبة كل من أول مديري المدارس لكي يقوموا بأعمال الشد والحزم في فترة الدراسة، ومن بعدهم السادة المعلمين والمعلمات لكي يكونوا القدوة الحسنة للطلاب وتدريسهم بضمير. وأيضا كمان لا ننسى محاسبة الإخوة ووضعي الامتحانات ولجان الكنترول، وأخيرا السادة المشرفين على الامتحانات. تعليق معي آخر من أستاذ إبراهيم شريف بيقول كل ما بنعجز عن معالجة أي تقصير في أي مجال بنلجأ إلى إصدار تشريعات وقوانين لحل المشكلات، إلى أن وصل بنا الحال إلى أن أصبحت مصر ترسانة من القوانين وجميع هذه القوانين لا يفعل. لو أننا أردنا أن نقضي على مشكلة الغش في الاختبارات وتسريب الامتحانات يجب أن نراقب كل خطوة بدقة، ويتم تصوير كل خطوة سواء من نقل مظاريف الأسئلة، توزيع المصاريف، فتحها في اللجان كذلك فتحها في اللجان كذلك تجديد رقابة باحترافية في لجان الاختبارات دون التشويش على الطلاب. أشكرك أستاذ إبراهيم على هذا التعليق، وبشكر كل من شاركني بتعليق. لسه مستنية المزيد من التعليقات، ولكن اسمحوا لي أرجع مرة أخرى لزميلي محمد سليمان. أشكرك ياسمين، وأشكر مشاركينا من خلال موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وهذه الآراء التي وصلتنا تؤكد التأييد على ضرورة وضع ما يحسم مسألة الغش في الامتحانات، وبكل تأكيد نحن أمام ترسانة من القوانين. إذا أصبحنا في حاجة ماسة إلى تفعيل ولو قانون واحد في كل إجراء حتى تحسم الكثير من الأمور المعلقة. دعوني أعود إلى ضيوف عبر الهاتف، وعودة للدكتور رضا. يعني دكتور رضا، هناك تأييد من الجميع أن تكون هناك عدالة في التعليم. بكل تأكيد القانون لم يخص بتجريم الطالب فقط باعتباره هو الذي سيرتكب، لكن كلنا نعرف هناك تسريبات من احيانا من وضع الامتحانات، من اللجان، من القائمين على المراقبة، من المطابع. من ألا ترى أن كل هذه الأمور تحتاج إلى تجريم وعقوبة من سنة إلى أكثر، وغرامة من 10,000 إلى أكثر؟ تحياتي يا أخي الكريم لأستاذنا الكبير الأستاذ الدكتور محمد المفتي، لأنه أستاذنا جميعا، وهو أستاذ له باع طويل وكبير في مجال المناهج وطرق التدريس وأعمال الامتحانات، وهو أستاذي أنا شخصيا، فإليك التحية أستاذ العزيز. وحضرتك أيضا أستاذ مناهج بجامعة دمياط، وأنا من أسأل في ذلك. الله يكرمك. تفضل. هي أخي الكريم، إحنا من خبرتنا العملية في الوزارة، يعني كانت القصة الوحيدة اللي مزعجة لينا هي قصة وجود عشرات الموبايلات مع الطالب الواحد. يعني احنا ناخد منه موبايل واثنين وثلاثة، ولكن هو يخفي اثنين موبايل تنين في مناطق حساسة من جسمه ويستخدمهم. وكانت الحاجة الوحيدة اللي نقدر نمنع فيها تسريب الامتحان تماما هو يعني تركيب جهاز تشويش على الموبايل في كل لجنة، جهاز محدود المدى يجعل الموبايل في يد الطالب قطعة من الحديد لا يستقبل ولا يرسل طوال الثلاث ساعات. ما هو دكتور ما ده لو من الخارج، لكن هو الموبايل دلوقتي بيسجل المناهج، بيسجل التفاصيل. لا يعني هو لن يستطيع استخدامه للقراءة والكتابة منه. هو عن طريق السماعات المخفية في الأذن، عن طريق السماعة الموجودة في ذراع النظارة، فلو اتمنعت الإشارة اللاسلكية بتاعة الموبايل طوال فترة الثلاث ساعات لن تسمع عن أي تسريب داخل لجان الامتحانات بعد كده. ممكن حضرتك تسألني ليه، طب ليه ما بتعملوش كده؟ أقول لك لأن هذه القضية قضية محتاجة موافقات أمنية وبعض الجهات السيادية، لأنه أجهزة التشويش لما بتشوش على لجنة ممكن تشوش على المنازل اللي حواليها كمان، وبعض شركات الاتصالات وبعض رجال الأعمال. هي مكلفة يا فندم. هي مش مكلفة إذا قارناها بإن الثانوية العامة مشكلة أمن قومي، وإن الثانوية العامة هي الشهادة ذات القيمة للصوت للصالح لمراحل التعليم العالي. هي مش مكلفة، ولكن إذا الجهات السيادية يعني ارتأت ان هي توفر جهاز محدود المدى يغطي فقط مجال المدرسة للتشويش على اجهزة الموبايل اللي الاولاد بيخفوها، وللمدرسين منعدم الضمير احيانا بيستخدموها داخل اللجان، اعتقد هيكون فيه اختراق كبير جدا لقضية التسريب في الامتحان. تمام. اما الناس اللي بتفرض من بره،
يعني التسريب من الكنترولات نادر جدا ولم يحدث بالشكل الفجي الا العام الماضي، انما لما التسريب في السنوات اللي سبق كان اثناء اللجان عن طريق استخدام المحمول. انما المطبعه السريه منها طول عمرها ما عدا السنه الماضيه، ودي يعني يحاسب عليها من اجرم. اما هي حادثه يا فندم، لكن احنا دكتور يعني في صدد لك قضيه بشكل عام، فيعني كان مفترض اتخاذ اجراء يصبح هذا الاجراء عام مستدام ايضا، يعني يعالج اي موقف اي مستجدات. يعني هو الاجراء الوزاره خدته وتركت، ولكنه في اجراء تراجعي، تركت امتحانات الثانويه العامه لاحدى الجهات السياديه واغلقت مطبعتها السريه لحين ما التحقيقات تنتهي. ولكن ايا كان، هو التسريب قبل الامتحان ده محدود جدا، ويعني ما اعتقدش انه هيتكرر ثاني بسبب اللي حصل العام الماضي. انما التسريب اثناء اللجان هو الاكثر شيوعا وليس له حل، حتى مع البوكلت ليس له حل. شاومينج وشركاء هيمارسوا هوايتهم ايضا بالتسريب عن طريق الموبايل، فيسبوك، الانستجرام، ولا بد. نعم دكتور، اذا وصلت الرساله. اذا نحن بحاجه الى اكثر من وسيله لمواجهه اكثر من طريقه ايضا واسلوب في الغش. عموما نشكر الدكتور رضا سعد رئيس امتحانات الثانويه العامه الاسبق ورئيس المناهج استاذ المناهج بجامعه دمياط، ونعود الى الدكتور محمد الفقي. يعني الدكتور محمد منع من العقاب اساء الادب، المساله لا تتوقف على طالب في الثانويه العامه يغش، لكن هناك مراقب، هناك لجان، هناك رؤساء لجان ورؤساء ادوار، هناك من الخارج من يعاونون ويمدون الطلاب بمعلومات بكتب، هناك وسائل الغش ليس فقط قاصره على الموبايل والوسائل الحديثه، يكتبون على اجسامهم ويسربون بوسائل متعدده على مدار اكثر من 20 سنه، ونحن نشهد مواقف وعمليه الغش لم تتوقف. يعني اذا نحن في حاجه لاكثر من وسيله، كيف ترى الامر؟ والله كل يعني اولا تحياتي استاذ الدكتور رضا حجاز وشكر العميق وتقديري له. كل اللي ذكره الدكتور رضا واللي ذكرته حضرتك دلوقتي في حديثك، وايضا المداخلات اللي هي عن طريق الفيسبوك، كل هذه الامور يجب ان تحال الى لجان مختصه بوزاره التربيه والتعليم، وتشوف يعني اي من هذه الاقتراحات والحلول يمكن تطبيقها بفاعليه في ضوء الامكانات المتاحه. يعني الامر يعني متشعب يا دكتور، متشعب ولن يحل بوسيله واحده. صحيح، زي ما سيادتك ذكرت ان الطالب مسؤول، المراقب اللي هو بيلاحظ الطالب، بعضهم يعني قد يكونوا مسؤولين، المعلمين قد يكونوا مسؤولين على يعني عدم يعني تربيه الطلاب تربية أخلاقية. يعني موضوع كبير ومتشعب، ويعني يجب أن تتكاتف كل الهيئات والمؤسسات والوزارات التي لها ضلع في ظاهرة التسريب والغش، بحيث أن احنا نقدر نقضي على هذه الظاهرة. إذا دكتور نحن نخلص إلى أن القانون هو مقبول ومطاع الوزارة والجهات القائمة عليه مطالبة به بالفعل، ولكن إلى جانب وسائل أخرى. وليس هو الوسيلة الوحيدة. نعم نعم. الدكتور محمد المفتي عميد كلية التربية بجامعة عين شمس الأسبق، نشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح. ومشاهدينا الكرام، أذكركم بموضوع الحلقة وكيفية مواجهة عملية الغش في الامتحانات أو محاولات الإخلال لكل من يسهم أو يشارك أو يساعد أو يؤدي إلى هذا الأمر. نتباحث حول القانون ومواده، أرجو أن تبقوا معنا نتعرف على رأي الشارع المصري حول هذا الأمر، ثم نواصل التعرف على الكثير من الجوانب مع مشاركين عبر الهاتف. فابقوا معنا. من ايام انا ما كنت في ثانويه عامه وهم بيقولوا احنا علمي ولا ادبي،
وبعدين دخلونا علمي متأدب وبعدين علمي وأدبي. إحنا مش فالحين غير إن إحنا بنتكلم. عايزين تصلحوا هاتوا خبير زي ما بيجيبوا خبير في الكورة. هاتوا حد من بره. إنجلترا حضرتك من 4 سنين إنجلترا. من 4 سنين بيغيروا نظام التعليم بتاعهم عشان بيقولوا إن هو فاشل. أكيد طبعًا عشان مستقبل الشباب اللي بيضيع كل سنة في التسريبات. القوانين بتلزم لازم كلنا نلتزم بيها أيا كان القانون حتى لو ضدنا بس الالتزام حلو. ده القانون مش وحش، قانون كويس، ده في صحة الطالب. واحنا عاوزين فعلا القوانين دي تتجدد، يعني القانون دي تتعمل فعلا مش كلام وخلاص. يا ريت فعلا يطبقوا القانون ده، لان القانون ده قانون هيبقى في صالح الطالب. والله انا شايف ان فعلا المفروض يكون في قانون يعني عشان الطالب المجتهد اللي هو بيذاكر طول السنه ما يتظلمش، واللي هو بيلعب ويغش ممكن يجيب درجات اكتر منه وممكن يخش كليات قمه، وهو التاني حظه ممكن ما يساعدوش ان هو يخش نفس الكليه اللي هو تعب وشيء عشانها طول السنه. يا ريت يمنعوا الغش والتصعيد بتاع الامتحانات عشان الولاد حتى تطلع اكتر يعني ثقافه وعلم، ودي حاجة يعني كويسة مش وحشة. مهما حطينا القوانين لا هيحصل فيه غش، وبرضك السنة هيحصل فيه غش وهيحصل تسريب امتحانات مهما حطوا من قوانين. العيب في البشر مش في وضع قوانين. سهل جدا نحط قانون بس مهما حطينا قانون مفيش تنفيذ. ده اكيد يا لازم برضو حتى بالنسبة للشباب يتعب بيلاقي برضو، بس من غرض الغش ده بتبقى حاجة وحشة. اي حد بيغش دلوقتي بحاجه وحشه، واكيد يعني القانون ده يبقى صارم جدا للشباب. رفض الغش لا خلاف ولا اختلاف عليه، الكل يؤيد منع عمليه الغش ومحاوله تحقيق العدل في الامتحانات حتى لا تساوى الفرص امام الجميع من يعرف ومن لا يعرف. لكن هناك عمليه شك في مساله التنفيذ، هناك حاله من عدم الثقه في ان كل هذه القوانين توضع تباعا ولكن النتائج تكون واحده. هذا ما نحن بصدده اليوم، ان القانون الجديد اذا اردتم التعرف عليه هو بشكل عام هو يجرم عمليه الغش. هناك حبس من سنه ما بين سنه وسنتين وقد يصل الى 7 للمشاركين للمساعدين لمن يسهم. هناك غرامات من 10,000 جنيه الى 100,000 جنيه ربما. هناك منع من الامتحان من النتيجه في نفس العام، هناك منع سنتين. كثير من النتائج التي قد تحد من هذه العملية، ولكن بكل تأكيد كلنا نؤيد هذا القانون ونؤيد منع الغش. دعونا نتعرف على المزيد والمزيد من الآراء، وعودة إلى زميلتي ياسمين القفاص. إليك ياسمين. أشكرك مرة أخرى محمد، تعليقات بتتزايد على هذا الموضوع. جالي تعليق آخر من أستاذ ناصر سرور بيقول إن القوانين بتتشرع للتفعيل وتطبيقها ليس بشدة ليس على الطالب فقط ولكن على المراقب أيضا، وبصراحة في التربية والتعليم بيحدث تسهيلات تامة من قبل بعض المراقبين. وبالذكر شهد الأزهر حالة من الفوضى في الامتحانات منذ سنين، ولكن الأزهر الشريف في السنتين الماضيتين طبق القانون وفعله بشدة. في تعليق آخر من أستاذ عادل أبو شنب بيقول إن إصدار قانون لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات في الحد من محاولات التسريب والغش بيأتي في إطار اتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها بغرض الغش، مما يمثل تهديد مباشر لمبدأ تكافؤ الفرص ما بين الطلبة والإخلال بالنظام العام. ولكن هناك حل نهائي لهذه المشكلة، وهو توحيد أعداد الطلبة في اللجان على مستوى الجمهورية، وطبع ورق الأسئلة الامتحانات مختلفة بعدد اللجنة. يعني على سبيل المثال عدد اللجان على مستوى الجمهورية فيها 20 طالب، تقوم بوزارة التربية والتعليم بطبع 20 سؤال من امتحانات مختلفة الأسئلة وتوزع على عدد الطلبة ليصبح كل طالب في اللجنة ورقة أسئلة امتحانات مختلفة عن الآخر. طيب ده كان رأي أستاذ عادل أبو شنب. في تعليق آخر من أستاذ محمد شورى بيقول تجديد الرقابة بوضع كاميرات مراقبة داخل اللجان وتجديد الرقابة على من يضع الامتحان حتى تكتمل العناصر الرقابية. طيب أنا بشكركم طبعا على كل هذه التعليقات اللي جاتني على موضوع حلقة النهاردة، واسمحوا لي أرجع مرة أخرى لزميلي محمد سليمان. إليك يا محمد.
أشكرك يا ياسمين وأشكر مشاهدينا الكرام على المشاركات وعلى الآراء. القانون لا يوقع على الطالب فقط، يوقع أيضا على كل من يساهم، من يساعد. هناك في الخارج هناك عدة مراحل يمر بها الامتحان قبل أن يوضع أمام الطالب. الطالب ما هو إلا منفذ أو مستفيد ربما من مسألة الغش. هذا القانون أيضا يتضمن جانب أهم جدا وهو الفترة التي تسبق الامتحان. إذا نحن بحديث عن متابعة هذا الأمر على مدار سنة حتى ينتهي الامتحان بالفعل. المزيد والمزيد سنتعرف عليه من خلال المداخلات الهاتفية، وسيكون مع عبر الهاتف الأستاذ عبد الحفيظ الطايل مدير مركز الحق في التعليم والدكتور هشام فهمي أستاذ القانون العام. نبدأ مع الدكتور هشام فهمي. يعني دكتور هشام بعد التحية، هناك من يتصور أن القانون الجديد الذي وافقت عليه اللجنة الدستورية بمجلس الشعب للحد من مسألة التسريب والغش في الامتحانات يطبق على الطلبة فقط، وإن كانت هناك موافقة بشكل عام على ضرورة قانون، وجود قانون رادع لهذا الأمر، كيف ترى الأمر؟ تحياتي طبعا لسعادتك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. خلينا في البداية نأكد على جزء مهم جدا، إن أي إصلاح في المجتمع ده القواعد العامة اللي احنا اتعلمناها في القانون، أي إصلاح في المجتمع لابد أن يسبقه إصلاح تشريعي. يعني وضع قانون من أجل وضع الأسر والمحاور والانضباط تمام لأي مشكلة. احنا طبعا الآن أمام مشكلة هي للأسف توغلت في الفترة الماضية في البيوت المصرية وأصبحت كاملة على حدك متعددة الأطراف المتهمة يا دكتور المسؤول مكان صح. ولذلك فلسفة القانون في هذه الجزئية أنا أؤيد يمكن ما ينطلق عليه ما كان يقول الدكتور أستاذ محمود السقا، إن في بعض التشريعات في علم الاجتماع بتبقى محتاجة لفلاسفة القانون قبل المواد، قبل من يختصون بسبب التشريعات القانونية، لأن فلسفة أي قانون هو بتوصلك للنتائج المرضية. لأن هذا القانون سوف يأتي لعلاج بعض العوائر أو بعض المشاكل التي تسببت في الفترة الماضية ولم يستطيع القانون السابق علاجها. ولذلك إذا لم تعالج طبقا للواقع اللي احنا موجودين فيه لن تزيد الأمور إلا تعقيدا تمام. فحقيقة قانون لمنع الغش هو من القوانين المهمة اللي احنا كلنا يعني يمكن الأهالي والدولة والتلاميذ والعملية التعليمية كلها لا هو محطوط على المائدة ومحطوط على المائدة بقوة، وحتى في ظل وجود الوزير الجديد اللي هو الدكتور طارق شوقي. نعم الدكتور طارق شوقي كان عميل عام المدارس المتخصصة وكان ليه باع كبير قوي في بنك المعرفة، وبنك المعرفة في جزء كامل في قانوني، وانا يمكن اتكلمت معاه يعني كذا مرة اتصال في قصة الجزئية القانونية في بنك التعرف. نعم احنا خلاص امام محور مهم اللي هو المحور القانوني الذي يضبط هذه العملية. القانون طبعا الجديد لازم يبقى ليه علاقة بالطالب، ليه علاقة بأولياء الأمور تمام، لازم يخف من الحدة شوية بتاعة أولياء الأمور وإن هم يأخذوا العمليات التعليمية على عاتقهم. من إن أنت حضرتك كنت بتحس في الأعوام الماضية إن الثانوية العامة كأني حرب داخل البيوت. هي حرب يا فندم بسبب إنها مسألة مصيرية أو مرحلة انتقالية ومصيرية، لكن هي العدالة في حق كل طالب هو أمر لا يختلف عليه أي حد على ما أعتقد. يعني رؤية وزارة التعليم ان تنتقل من هذه المرحلة اللي هي مرحلة الثانوية العامة او الاعدادية او الابتدائية اللي هي المراحل النهائية بكل مرحلة تمام، بدل ما هي تبقى يعني عامل على العوائد على الاسرة، لا لابد ان ننتقل من هذه المرحلة حتى يكون التعليم في الاستفادة منه. طبعا قصة الغش هي تدمير لدولة قبل ان تكون حتى تدمير للشخص. طيب. لان مستحيل ان واحد يبقى مقدرته ان هو مثلا يبقى دخوله كلية اقتصادية يعني مثلا او كلية سياسية او كلية قانونية او كلية طب تمام، ثم يأتي بسبب الغش الى مستوى مش ما اقدرش اقيمه عليه تمام. ولذلك كانت من ضمن الحاجات اللي احنا يمكن لازم الفقهاء يتكلموا فيها في وضع مواد القانون ان المعالجة تبقى معالجة شمولية لهذا الملف. واعتقد ان القانون حسب على القانون الجديد القانون الخاص بالتعليم اللي اتعرف في 2016 واللي هو المفروض انه يدخل برضه مجلس النواب في 2017 تمام، عندما تكلم حتى عن اجور المعلمين وعندما تكلم عن الاماكن التي يتم فيها التعليم تمام، هي العملية كلها بالفعل يعني القائمين على الامر الان
هم مدركين اهميه ان يبقى عندنا على هذا الامر وتلميذ منضبط وملتزم. عموما دكتور هشام فهمي استاذ القانون العام نشكره شكرا جزيلا على هذه المداخله وعلى هذا التوضيح. معنا وانضم الينا الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي. يعني دكتور كمال بالتاكيد مساله الاصلاح وانتظار او الترقب لوجود وظهور قانون جامع مانع هذا امر يعتبر ضرب من ضروب المستحيل، ولكن هي المساله مرحليه. الى اي مدى من وجهه نظرك هذا القانون الجديد سيسهم من الحد من مساله الغش والاخلال بنظم الامتحانات؟ مساء الخير على سيادتك وعلى الساده المشاهدين وعلى اولادنا الطلبه، وان شاء الله يا رب يكون عام جديد عليهم بعيدا عن روح التربص والفاشيه اللي بتهدد التعليم وبتهدد المستقبل وبتهدد الاولاد. انا لا اظن مطلقا انه تغليظ العقوبات سوف يقضي على الظاهره. الظاهره الغش لها اسباب موضوعيه واضحه ويعرفها التربويين ويعرفها المهتمين. ظاهره الغش مرتبطه بمعلم يائس محبط لا يثق في العمليه التعليميه ولا يثق في المدرسه ولا يحب المدرسه، مرتبطه بامتحان الفرصه الاخيره في الوقت الاخير في الورقه الاخيره في اللحظه الاخيره، مرتبطه بان المدرسه لم يعد لها فعاليه، مرتبطه بان الطالب مش بيمتحن على طول السنه كلها، مرتبطه بامتحان يقيس المعلومات. كل دي العوامل اللي ادت الى تفاقم ظاهره الغش. اللي عايز يعالج هذه العوامل. تمام. اما تغليظ العقوبه فما احنا عندنا الاعدام للمخدرات ولم تنتهي المخدرات باي حال من احنا الأحوال. اتفقنا يا دكتور ان لن نجد ولن نصل الى قانون جامع مانع بكل التاكيد، ولكن هي مساله مرحليه. ايضا ندرك تماما على مساله اصلاح التعليم لن تكون بين ليله وضحاها، لكن الاجراءات نحن نتبحث الان في الاجراءات ودور هذا القانون كعنصر مكمل لمساله الحد او لن نقول المنع، الحد من مساله الاخلال باعتبار ان هناك من يشاركون في عمليه الغش من خارج حدود الطالب. يعني لا ولا اعتقد كمان يا فندم، ولا اعتقد، لانه كمان حتى تغليظ العقوبه قد يترتب عليه تفاقم المشكلات. نعم. اكثر، وانه يعني لن يمنع التواطؤ على سبيل المثال مهما كانت العقوبه مغلظه، مش هيمنع التواطؤ بين المعلم وبين طلاب، بين عنصر فاسد في الرقابه على الامتحان، يعني هو لن يمنع على اي حال من الاحوال. وبالتالي انا كنت بفكر ان مجلس الشعب يدرس قانون التعليم اللي مركون عنده بقاله سنتين بدل ما عمال يبعث لنا هذا السؤال. معلش، لو في جهات خارجه وجهات خارج حدود لجنه الامتحان هي تخطط على مدار منذ بدايه العام الدراسي لكيفيه الغش واستثماره اصبحت عمليه تجاره يا دكتور، يعني كيف تقاوم هذه الجهات بغير قانوني؟ الدوله المسؤوله كانت تدور على الجهات دي وتعرف التسرب تم ازاي. يعني للاسف الشديد لغايه النهارده احنا مش عارفين صفحة شامل جابت معلوماتها منين وازاي، وهل عناصر جوه الوزارة ولا لا. وبالتالي اذا كان ده الدولة ما قدرتش تحل المشكلة دي ولا تقدم لنا تفسير واضح للتسرب هيحصل كمان المرة دي مهما كانت العقوبة غليظة. اذا دكتور انت تتفق معايا حتى اذا وصلنا لمرتكب العمل كيف نرضعه بلا قانون؟ يعني انا اظن كمان انه صعب القوانين الفاشية اللي بهذا الشكل. المخالفات الادارية يترد عليها بقوانين إدارية قد تصل إلى حد الفصل النهائي من التعليم للطالب والفصل النهائي من التعليم للمعلم. أما قوانين بهذا الشكل أنا شايف أنها قوانين مقيتة للأسف. تمام. طيب دكتور في الدقيقة المتبقية مراحل العلاج لمسألة الغش والتسرب والإخلال تحتاج لتقويم وإعداد واستراتيجيات وربما زمن طويل، في دقيقة هل هناك إجراءات تستطيع ان تكون او تسمى اجراءات منجزه في الوقت الراهن حتى نصل الى المرحله المستهدفه؟ بالتاكيد احنا ممكن نفكر نمره واحد في انه ما يكونش امتحان الثانويه هو المعيار الوحيد لدخول الجامعه. ممكن نفكر في دخول الجامعه عن طريق ثلاث شعب، معيار من ثلاث شعب. الشعب اللي هو مستوى رفيع اذا كان الطالب يرغب في العلوم الانسانيه او العلميه او الهندسيه، مستوى رفيع داخل التعليم الثانوي بالاضافه للامتحان بالاضافه في الاختبار قبول. لازم نرجع 50% من الدرجات داخل العام الدراسي يمتحنها الطالب
على مدى العام الدراسي، لما نرجع امتحان الاسبوع وامتحان الشهر وهكذا، انا اظن دي عناصر يعني ممكن تساهم في التخفيف من حده الغش في الامتحان. نعم دكتور هشام فهمي استاذ القانون العام، مشكور شكرا جزيلا، وضحت الرساله، وبكل تاكيد نحن جميعا نهدف الى تحقيق العداله في التعليم، نهدف جميعا الى التاكيد على ان كل طالب يصل اليه حقه، نهدف الى ردع كل من يقوم بفساد او يصنع فساد، يساعد على فساد، الى محاوله ايجاد رادع حتى نخلص من مثل هذه الدوامه التي لا تنتهي وتتجدد ربما مع الزمن. مشاهدينا الكرام، قبل ان اترككم في حلقه اليوم، دعوني اطرح عليكم سؤال حلقه الغد، وهو ما هي اهميه انشاء هيئه عليا للدواء تحت اشراف مجلس الوزراء؟ اعيد عليكم السؤال مره اخرى، ما هي اهميه انشاء هيئه عليا للدواء تحت اشراف مجلس الوزراء؟ في ختام حلقه اليوم اشكركم على المشاركات اللي اتصلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتناول ونتبادل الاراء من اجل المصلحه العامه والمصلحه الفرديه، من ثم هذه المشاركات تثري موضوع الحلقه. نلقاكم على خير غدا ان شاء الله.